أهلا بكم. الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، العمل على خفض درجات الحرارة إلى درجة ونصف الدرجة، وخفض استخدام الدول للفحم، ودعم الدول المتضررة من التغيرات والكوارث المناخية والأقل مسؤولية عن الانبعاثات، وإلزام الدول بتحقيق ما هو مطلوب منها خلال المدد الزمنية المحددة. هذه أبرز الأهداف التي تسعى الإمارات التي تترأس كوب 28 والدول المشاركة في القمة لتحقيق هذه الأهداف التي تحتاج إلى عقود من الزمن لتنفيذها على أرض الواقع، وتحتاج إلى جهود جماعية خاصة مع ازدياد الكوارث الطبيعية حول العالم وحاجة الدول المتضررة من هذه الكوارث للتعويض. هذه النقطة التي أصرت مصر عندما ترأست القمة العام الماضي في شرم الشيخ تحديدا على تنفيذها، وهي إنشاء صندوق تعويض للدول المعرضة للكوارث. ورغم تعثر تنفيذ بنود هذه النقطة، إلا أن الإمارات تسعى إلى حسمها بشكل نهائي خلال هذه القمة. هذا هو محور حلقة الليلة من استوديو الآن. ينضم إلينا من عمان البروفيسور أحمد ملاعبة، أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية، ومن أبوظبي ينضم إلينا المهندس عماد سعد، خبير الاستدامة والتغير المناخي ورئيس شبكة بيئة أبوظبي. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ ملاعبة وأسأل، إذا أردنا أن نوصف ما يتم البحث عنه ومحاولات إيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالمناخ من خلال قمة المناخ بطريقة مبسطة يفهمها المختص وحتى غير المختص، كيف من الممكن أن تشرح لنا وللمشاهد؟ شكرا على إظهار حدث دبي 28 أو Conference of the Partners 28. وهذا الحدث الآن هو من أهم الأحداث على مستوى البيئة وليس يعني السياسة، بالرغم أن الأحداث السياسية العالم الآن بأحداث السياسية والقتالية يسبب مشاكل بيئية إضافية تشكل عبئاً إضافياً على عاتق هذه القمة والتي أطلقت عليها قمة الفرصة الأخيرة. إنه التحدي الآن أمام الإرادة البشرية والإرادة الطبيعية المتمثلة في زيادة استخدام الوقود الأحفوري، الفحم، النفط، الغاز، وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. مليار سيارة الآن تسير على الطرقات مقابل 50 مليون سيارة كهربائية، كلها تنفث ثاني أكسيد الكربون. الغاز الآن في هنالك استخدام للغاز عالي جدا، وهناك اكتشافات جديدة تفوق ثلثي ما هو موجود، وهذه تضخ CO4 أو الميثان، وهناك أيضا الاحتراق. طيب سأعود لك بعد قليل أستاذ ملاعبة لأسألك لماذا وصفتها بأنها قمة الفرصة الأخيرة، لكن دعني أشرك المهندس عماد. أستاذ عماد، نعلم أنه مشاكل البيئة والمشاكل المناخية وهذه التغيرات كثيرة وتسير بوتيرة عالية جدا خلال العقد الأخير، لكن إذا أردنا أن نضع وفق الأولوية، ما هي أبرز نقطة أو ملف يجب أن يتم التركيز عليه من خلال هذه القمة كوب 28؟ شكرا سيدتي على هذه الاستضافة. بدون شك يعني هناك نقاط محددة سلفا لأجندة القمة، وهي لدينا 4 محاور رئيسية، ألا وهي التخفيف والتكيف وصندوق الخسائر والأضرار والتمويل. يعني التخفيف بمعنى خفض الانبعاثات غازات الدفيئة للوصول إلى الحياد المناخي مع حلول عام 2050. أما التكيف فهو التكيف مع تداعيات التغير المناخي التي يعني طالت الجميع، ولا يوجد دولة في العالم بمنأى عن آثار التغير المناخي. أما الخسائر والأضرار فهي معالجة التداعيات الناجمة عن تغير المناخ التي لا يمكن التكيف معها حاليا أو مستقبلا. والتمويل هي يعني موضوع جمع الموارد المالية الكافية بما في ذلك التدفقات المالية من دول الشمال إلى دول الجنوب. فهذه 4 محاور رئيسية يعني هي محور المفاوضات
التي ستجري خلال الأيام القليلة إن شاء الله. طيب دكتور ملعب، أود أن الآن أن أسألك، أنت وصفت هذه القمة، قمة كوب 28، بأنها قمة الفرصة الأخيرة. الفرصة الأخيرة لماذا؟ لإيجاد حلول، أم فرصة أخيرة لمثلا إنقاذ المناخ وإنقاذ ما يمكن إنقاذه إن صح التعبير؟ نعم، هو للأسف وضعونا على هذه طيب يبدو أن هناك مشكلة بالصوت مع ضيفنا من عمان. سنعود لك دكتور ملعبة، وأعود لك أستاذ عماد وأسأل عن نقطة، أنه لماذا الآن يتم الحديث بوتيرة عالية عن موضوع هذه التغيرات المناخية، هذه الزلازل، هذه الكوارث، الفيضانات، الجفاف في دول أخرى، وكأنما يتم التركيز فعلا على هذا الموضوع. لماذا الآن فقط خلال السنتين الماضيتين أو الخمس سنوات؟ ما هو هذا من المفترض أنه كان متوقع لهذه الدول، خاصة إذا تحدثنا عن الولايات المتحدة، أوروبا، الصين، روسيا، من المفترض أنه يكون لها بعد نظر، وهذا هو الطبيعي والمتوقع، وتعلم بعد 10 سنوات ما الذي ينتظرها فيما يتعلق بالمناخ وأزماته. نعم سيدتي، كلامك منطقي، لكن مصالح الدول الكبرى الاقتصادية والسياسية تحول دون يعني الوصول أو الخروج من عنق الزجاجة. نحن ككوكب وصلنا إلى المكان الذي لا رجعة منه، يعني علينا أن نكون مجبرين بالتكيف مع تداعيات التغير المناخي، ومجبرين بالتخفيف من الانبعاثات الغازية أو انبعاثات غازات التدفئة إلى الغلاف الجوي. المطلوب لكي نصل إلى ارتفاع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية مع حلول 2050، أن نعمل على تخفيض الانبعاثات بنسبة 43%، في حين أنه لم تصل أي دولة في العالم إلى هذه النسبة من التخفيض، لكن الكل عم يشتغل بوتيرة يعني بطيئة، لكن فيه أمل بأنه هذه القمة انه يخرج عنا مخرجات يعني تنفيذيه، لانه المعطيات والمؤشرات التي جرت خلال الاجتماعات التحضيريه واللقاءات الجانبيه ما قبل القمه تشير الى انه هناك انفراج بهذه القمه. طيب اود ان اسالك، طيب تسمعني الان استاذ ملاعبه؟ تسمعني بشكل واضح؟ إلى الآن. نعم. طيب أستاذ ملعب، أعود لك وأسأل بنفس السؤال، لماذا وصفت كوب 28 بأنه بقمة الفرصة الأخيرة؟ الفرصة لماذا يعني؟ الحقيقة ما رأيناه من خلال جلاسكو 26 وشرم الشيخ 27، إذا نظرنا على المحددات الأساسية التي تحددها القمة، تقريبا تحضيرية صغيرة من كل الدول والمنظمات البيئية سواء الأوروبية أو الأمريكية أو العربية، نلاحظ أنه لا تقدم. يعني الوقود الأحفوري لازال باستهلاك عنيف ونهم، والدول الصناعية تتنافس من أجل استقطاب الأسواق وزيادة إغراق الأسواق بالبضائع بالكوميديتيز، والدول النفطية أيضا تحتاج إلى هذا التمويل، ومنها دبي من أجل الاستمرار في المعيشة، لأن الصناعات الثقيلة تغيب عن الوطن العربي بشكل أساسي، والاعتماد على النفط في معظم الدول هو العامل الرئيسي. فلذلك ليس هنالك نتائج على أرض الواقع. 2023 كان من المتوقع أن تبقى درجة الحرارة ضمن معدل 1.1 درجة، والآن هي 1.2 درجة. تحدي الأمم المتحدة برئاسة أمينها العام أنطونيو غوتريش بأن 2030 لن تزيد عن 1.9 أصبح وهم لا يمكن الاعتماد عليه، وأزاد الفترة إلى 2035. أقول هذا لن يحصل في ظل عدم الجدية، وأهم نقطة هي التهرب المالي.
ليس إنشاء صناديق الصندوق الأخضر أو صندوق الخسائر والأضرار في ظل تهرب مالي من الدول الصناعية ولا تريد أن تدفع، فلذلك نالت عقابها، وأقول عقابها حتى. طيب سأعود لك أستاذ ملاعبة وللأستاذ عماد ولكم مشاهدينا الكرام لإكمال الحديث حول هذا الموضوع وما المتوقع من مخرجات لمؤتمر كوب 28 بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد ضمن فقرة الرأي رأيكم. سألنا المتابعين على منصاتنا أي من هذين الخيارين يجب أن يتم التركيز عليه من خلال كوب 28 كأولوية؟ دعم اقتصاديات الدول النامية للتحول إلى الطاقة الخضراء بنسبة 69%، أم تقليل الاعتماد العالمي على النفط والتحول إلى الطاقة الخضراء بنسبة 31%؟ أستاذ عماد، هناك يعني رؤى ربما متعلقة إذا تحدثنا عن الناس وما يفكرون به من خلال هذا التصويت أو حتى من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل، يرون أنه يجب أن يتم تعويض الدول الأكثر تضررا من هذه التغيرات المناخية التي هي سببها أساسا الدول الكبرى. نعم، أنا أؤيد البند الثاني أو الخيار الثاني، أنه هو راح يكون له حصة أكبر من مخرجات هذه القمة، ألا وهو التحول إلى الطاقة النظيفة. نسبة التحول إلى الطاقة النظيفة في أغلب دول العالم ترتفع بوتيرة قوية جدا، وسبب ذلك هو أنه كلفة الطاقة النظيفة باتت أقل وبمتناول أن تكون منافسة للوقود الأحفوري. النقطة الثانية هي أنه المستقبل هو في الابتكار بهذا القطاع، وقد حقق نتائج كبيرة لحد الآن على أرض الواقع، في حين أنه دعم الدول العظمى أو دول الشمال إلى دول الجنوب لم يحرز أي تقدم لحد الآن منذ أن أقر هذا البند في اتفاق باريس 2015 بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لهذا الدعم، لم يتوفر لحد الآن، لم تلتزم الدول لحد الآن، بالرغم من الإعلان عن السنة الماضية في كوب 27 عن صندوق الخسائر والأضرار، إلا أن آليات تنفيذه سوف يعني لم تصدر في السنة الماضية، إنما سوف صدرت لكن إنما سوف تقرر في هذا المؤتمر، وبالتالي إجراءات تنفيذها يعني تأخذ وقت طويل، بل إنه لا نعول كثيرا يعني كمراقبين. وهذا سؤالي إذا تسمح لي أستاذ عماد. لا نعول أستاذ كثيرا. عماد، موضوع أنه هذا الصندوق الذي تم إقراره العام الماضي في قمة شرم الشيخ، يعني أصرت مصر بوقتها ودول كثيرة على إقراره، إلى الآن لم ينفذ. الإمارات هذه السنة تحاول أن يتم الوصول إلى آلية معينة، لكن كيف من الممكن أن يتم إجبار الدول على أن تقوم بتعويض الدول الأخرى المتضررة من التغيرات المناخية وهذه الكوارث؟ هل هناك آلية؟ لحد الآن لا يوجد آلية تلزم هذه الدول، بالرغم من أنه اتفاق باريس ينص على الإلزام، لكن لا أحد يلتزم، لا يوجد لدينا يعني سلطة تشريعية ملزمة مثل ما يقال البند السابع في الأمم المتحدة، لا يوجد نهائيا هذا البند، بالتالي التوافق هو سيد الموقف. التوافق في الحقيقة يعني حجم الضرر الناجم عن التغيرات المناخية الذي طال أغلب دول العالم، ولا يوجد دولة في منأى عن هذا الضرر، دفع العديد من الدول أن تتراجع عن التعنت القائم الذي رأيناه في الدورات الماضية، وباتت أقرب إلى الولوج في خط الحياد المناخي. على سبيل المثال، يوجد لدينا 20 شركة بترول عالمية، أكبر 20 شركة بترول،
ويعني أطلقت يعني أو تعهدت بأن تلتزم بالحياد المناخي بحلول 2050. هذا يعتبر إنجاز كبير بالمفاوضات التي جرت من قبل الرئيس المعين دكتور سلطان جابر مع كبرى الشركات على مستوى العالم. هذا يعتبر إنجاز كبير أن تتعهد شركات البترول في وهذا ليس دفاعا عنها، إنما مطلوب أكثر، إنما هذا خطوة بالاتجاه الصحيح. فهناك شعور في المسؤولية ينمو باتجاه الالتزام، لكن إنما لا يوجد تشريع دولي يلزم هذه الدول في أن تقوم بكذا أو كذا أو كذا، لأن الضرر عم يكون على الجميع. بالتالي نسبة ارتفاع الشعور في المسؤولية تجاه التحديات عميقة. صحيح، إذا تسمح لي أستاذ عماد، أنه الكل متضرر، لكن نسبة كل دولة وضررها على الدول الأخرى تختلف، فهي هذه أيضا نقطة. لكن دعني أعود للدكتور ملاعبة وأسألك دكتور، كانت هناك من النقاط الجدلية المتعلقة بصندوق التعويضات عن ضرر التغيرات المناخية التي تم الاتفاق عليها في مصر العام الماضي، أنه من يدير هذا الصندوق؟ هذه أيضا نقطة أجلت موضوع تنفيذه. هل من المتوقع أنه خلال كوب 28 المقام هذه المرة في الإمارات يتم الوصول إلى حل وآلية لاختيار الدولة التي ستترأس أو تشرف على الصندوق هذا؟ نعم، الصناديق هذه أعتبرها هي مخرج للدول الصناعية، لأن أقول وبكل جدية أن المؤتمرات العشرية من ستوكهولم 72 إلى نيروبي 82 إلى قمة الأرض في ريو دي جانيرو 92، وهذه القمة الحاسمة التي أفرزت ثلاث نقاط رئيسية: التنمية المستدامة Sustainable Development، وأيضا قانون أن المضرر والمسبب يجب أن يدفع، وأيضا قانون المؤتمر السنوي اللي هو مؤتمر الأطراف كما هو الآن كوب 28. لن تلتزم أي دولة بقانون الأضرار ولا التنمية المستدامة، بحيث استخدام ما يلتزم أو ما يلزم الإنسان والحياة من الموارد وبقاء جزء منها للأجيال القادمة. لن تدفع الدول، أقول التمويل المالي بدون قانون لا يوجد، أي قانون بدون عقوبات أن ينجح. والأمم المتحدة لم تصدر أي عقوبات، وحتى إن أصدرت عقوبات فليس هنالك قوة قادرة على تنفيذ هذه العقوبات. فأنا ألجأ الآن إلى مصطلح جديد هو قانون الضريبة، معنى أن كل دولة محدد كم تنتج من ثاني أكسيد الكربون أو الميثان أو النيتروز أو CFC وبخار الماء الأوزون وغيرها، هذه كلها الكميات يجب أن يكون عليها ضريبة. يشرف عليها ليس صندوق، وإنما قوة مجموعة من الدول. لأن لماذا أنشأنا صندوق جديد من الصندوق الأخضر إلى الخسائر والأضرار؟ وماذا استفدنا من الخسائر والأضرار؟ حتى أن كل الرؤساء قفزوا. طيب، ربما هذه نقطة مهمة، أنه فرض مثل ما يشبه الضريبة، إذا تسمعني أستاذ عماد، على كل الدول وحسب كل دولة ونسبة تسببها بضرر الدول الأخرى أو كمية استخدامها للفحم أو الوقود الأحفوري وإلى آخره. هل هذه قابلة للتطبيق؟ على مستوى السلع يفترض الضريبة تكون على المستهلك وليس على المنتج بالدرجة الأولى. وأنا لا أدافع عن أحد أبدا، لكن إنما يعني منطق الاستهلاك المستدام هو الذي يضبط أوتوماتيكلي عملية الإنتاج أن تكون مستدامة. النمط السائد من الإنتاج خلال الفترة الماضية بسموه النمط الخطي، الاقتصاد الخطي، الذي يستنزف موارد الأرض سواء كان بترول ولا غير بترول، يستنزف موارد الأرض، وبالتالي أدت إلى هذا الكم الهائل من الانبعاثات مع الثورة الصناعية. فبالتالي هذا النمط من الإنتاج أدى إلى استنزاف الموارد وإلى احتباس حراري وبالتالي تغير مناخي، في حين أنه المستهلك هو ضابط الإيقاع الأساسي.
لما بيكون لدينا مستهلك مسؤول ومستدام، بمعنى أن نشتري ما نحتاج إليه ونستهلك ما قد اشتريناه، بالتالي عملية الإنتاج تضبط على هذا الإيقاع. في حين أنه لدينا موديل جديد اسمه الاقتصاد الدائري، وهو الذي يعتمد على إعادة تدوير واستخدام كافة الموارد بكافة المنتجات من أجل تقليل البصمة الكربونية وبالتالي تقليل الاحتباس الحراري وتقليل التغير المناخي. وبنفس الوقت هذا من صالح المستهلك هذا الكلام، لأنه سعر المنتج بيكون أقل، وبالتالي عنده فرصة أنه المستهلك يعيد استخدام أو بنفس الوقت يعيد تدوير، وبالتالي هو مستفيد من إعادة التدوير، لأنه أوردي هو وقت اللي عم يدفع ثمن السلعة عم يدفع ثمن السلعة ومن ضمن إعادة التدوير معها. فوقت اللي بيرجع المنتج يعني بعد استنفاذ استخدامه، فبالتالي هو عنده فرصة أنه يسترد بعض الأموال، مثل ما هو قائم حاليا مع المياه الغازية أو المياه مش الغازية، المياه المعدنية أو المياه الطبيعية العبوات. فهناك مكائن خاصة توضع فيها، بالتالي تسترد قيمة مالية. على كل فكرة الضريبة هي أحد الأدوات الناجعة بنسب مختلفة بين هذه الدولة أو تلك، لكن هي أحد الأدوات. طيب لكن أستاذ عماد، أنت تتحدث عن موضوع مثلا بإعادة التدوير وكيف من الممكن أن تساهم الشعوب والحكومات يعني بهذا الموضوع، لكن يعني هناك من يقول بأنه هذا يحتاج إلى وقت طويل، يعني عقود من الزمن، وهناك دول ربما هي قادرة ولديها رؤية. مثلا نتحدث عن الإمارات، هي كانت من أوائل الدول حتى في مشروع نيوم في السعودية وغيرها من الدول، لكن إذا قارناها بدول أخرى هي من أهم الدول المنتجة للنفط، العراق على سبيل المثال، غير قادر أو لا يمتلك على الأقل الرؤية إلى حد الآن ليتحدث عن مرحلة ما بعد النفط أصلاً أو التحول إلى الطاقة المتجددة. هذا غير ممكن، لا يمكن تطبيقه، فهو مضطر للقبول بأنه يبيع النفط. المنطقة العربية بشكل عام تصنف من الدول الأكثر هشاشة اتجاه التغيرات المناخية، هذا واحد. اثنين، الدول العربية بشكل عام مرة أخرى حصتها من التلوث البيئي الموجود في الغلاف الجوي لا تتعدى جمعاً 5%، في حين أنه الدول الأخرى مثل الصين مثلاً عندها 37%. المجموعة العشرين بحد ذاتها لديها أو مسؤولة عن 78% من الانبعاثات الغازية الموجودة في الغلاف الجوي. فالتحديات بين كل دولة أخرى بتختلف طبعا لبنية التحتية، لقدرات المالية، لاستقلالها الاقتصادي، يعني استقلالها في قرار السياسي، حتى كمان أنه هي تستطيع تدخل في هذا الملعب أم لا. فيعني هناك تحديات مختلفة بين كل دولة وأخرى حول العالم، نحن لا نتكلم عن دولة بعينها، إنما هذا الأمر مختلف. لذلك التوافق بالمفاوضات التي تجري بقمم المناخ مثل اليوم هي مفاوضات شاقة، بصراحة شاقة جدا، لأنه هي مفاوضات بين مصالح سياسية واقتصادية، الكل متعنت، الكل يرغب أن يحافظ على مكتسباته خلال العقود الماضية، في حين أنه الدول النامية من حقها الأخلاقي أن تمر بمرحلة النمو التي مرت بها الدول الأخرى أو دول الشمال. لكن يعني من هون نشأ موضوع صندوق التمويل والخسائر والأضرار، أنه تمويل التكنولوجيا على دول الشمال أن تمول التكنولوجيا النظيفة لدى الدول النامية من أجل أن تمر بهذه المرحلة دون أن يكون لديها انبعاثات غازية كبيرة. وبنفس الوقت هذا يسمى بالعدالة المناخية، يعني نشأ عنها ما يسمى ب يعني سوق الكربون وأسواق الكربون، يعني هذه يعني اللف على يعني التحدي الرئيسي ألا وهو التخفيض. يعني في دول كبرى تنتج أكثر من حصتها، وهناك دول تنتج CO2 أقل من حصتها، فهي تشتري من هي، بس إنما النسبة ما زالت موجودة في الغلاف الجوي تترك أثرها على الجميع.
فالتحدي كبير كبير كبير، والمفاوضات شاقة، والقرار في المفاوضات لا يعود إلى الدول المستضيفة، يعود إلى التوافق الدولي ضمن هذه المصالح الموجودة بين الدول. هي هذه الفكرة، أن التوافق الدولي الأممي. دكتور ملعب، أعود لك وبأقل من دقيقة، هل من الممكن أن نحصل على توافق دولي أممي إن صح التعبير على خطط من الممكن أن يتم تنفيذها خلال العشر سنوات المقبلة متعلقة بالتغيرات المناخية ومواجهتها، أم هذا ضرب من الخيال؟ لا أبداً، هي الإرادة البشرية إذا أرادت أن تسير في مشروع معد واستراتيجية لها نقاط وبنود واضحة وحددت خلال المؤتمرات السابقة والمؤتمرات التحضيرية. الآن البديل الأحفوري، الوقود الأحفوري موجود بالطاقة الشمسية، وهنالك مشاريع في دبي. شكرا. والمغرب تمثل خامس أكبر دولة في العالم. وأيضا بالنسبة للغاز، الآن الهيدروجين الأخضر طاقة نظيفة ورخيصة ويمكن إنتاجها الطاقة الشمسية. اتضحت الصورة، لكن أن يتم التطبيق. هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا لك البروفيسور أحمد ملعب، أستاذ جيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية، كنت معنا من عمان. وكان معنا من أبوظبي المهندس عماد سعد، خبير الاستدامة والتغير المناخي، رئيس شبكة بيئة أبوظبي. شكرا لكم ولكم مشاهدينا الكرام، كل التحية، في أمان الله.